في عام 2015 تحديدا شهر 8 يوم 11 بدأ شخص في اليوتيوب اسمه ذا ترو. صحيح اسمه ما كان ذا ترو، ما كان اسمه ترو جيمز، ولكن هذا الشخص كافح 8 سنين عشان يوصل اللي وصل له اليوم. واليوم يا جماعة الخير نقدر نقول ان دخلنا 20,000. الله يبارك الحب. اليوم جاي لكم كشخين، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. ما عليكم الكشخة تكشيخ زبدة، ما عليكم منها. فاليوم بنتكلم يا جماعة الخير عن شخص كافح 8 سنين في اليوتيوب عشان يوصل اللي وصل اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ذا ترو. اللهم لك الحمد يا جماعة الخير، وصلنا 20,000 وما كانت سهلة أبدا والله. 20,000 يعني صحيح في الثمان سنين هذه يمكن ما صملت في اليوتيوب إلا آخر 4 سنين، بس اللهم لك الحمد الصملة هذه جابت لنا اللي أنتم شايفينه. فشكرا لكم يا جماعة الخير، الله يعطيكم العافية على هذا الدعم. بمناسبة 20,000 يعني ما أدري وش كنت بسوي كذا، يعني زي كيكة صغيرة، بس الوقت كده همنا. تخيل نمت قمت لقيت 20,000. بجاوب على الأسئلة العامة اللي ما يعرفني، وش اسمي وكم عمري وين ساكن وهذه الأشياء العامة جدا. اسمي تركي أو ذا ترو، سمي اللي تبي يعني كيف. عمري 23 سنة، ساكن في الرياض، مزة أكيد يعني. وش بعد الأسئلة اللي ممكن تسأل؟ جامعي في كلية التبريد، وبس. أتوقع هذه الأسئلة المهمة صراحة اللي ممكن أحد يسألني إياها. أكتب في المنتدى عندي إذا عندك أي سؤال، هذا اكتب لي إياه. في ناس كتبوا أسئلة بنقرأها، في ناس في الإنستغرام بنقرأ الثنتين. فخلنا نروح مع المنتدى أول شيء. يعني عندنا كريستيان البدوي كاتب كم عمرك؟ زي ما قلت عمري 23 سنة. السؤال الثاني من محمد يقول وش أكثر مباراة عجبتك في كأس آسيا؟ أكيد مباراة أول لقب 2019 وراء الهلال، هدف جوميز اللي كان خلاص هذا الهدف اللي بعدها كان تصيح والله، صيحة فرح يعني مو صيحة دلع. وسؤال من ابو ميان يقول عندك محتوى قادم؟ انا صراحه زي ما قلت لكم بدايه السنه الماضيه، او مو بدايه السنه الماضيه، بدايه السنه هذه ودي صراحه اغير محتواي شوي. انا ودي من زمان اني انوع، تعرف اذا مسكت شيء يعني خلاص تمسك فيه خط. انا مسكت خط ردات الفعل واستمريت وكان عاجبني، بس انه يعني بدا يموت المحتوى. زي انتم تلاحظون يعني المشاهير الكبار ردات الفعل ترى محتواهم الحين او مشاهداتهم الحين مو زي اول. فانا قلت يا تركي مشاهداتك مو مره كثيره صارت في ردات الفعل، فلازم تروح نكست ليفل، لازم تغير محتواك. فبإذن الله بيكون في محتوى جميل هذا القناة. أولها يا جماعة الخير زي ما قلت لكم جيمينج، بإذن الله بنزل جيمينج بكرة أو بعد، بينزل لكم مقطع فيفا وغير فيفا، يعني بلعب ألعاب روع، بلعب هذا، بنوع. وغير كذا في إن شاء الله مقاطع جماعية، تبدل مقاطع جماعية يمكن تنزل قبل رمضان بشوي ومع رمضان، وإن شاء الله إذا عجبتكم نستمر يعني. فهذا المحتوى القادم اللي أنا مفكر فيه، إذا عندكم أفكار اكتبوا في الكومنت. سؤال من يزيد جيمينج، إيش أكثر أكلة تحبها؟ متابعك من السعودية، حياك الله. والله أكل أحبه، إذا تتكلم عن أكلة شعبية وعربية، الجريش صراحة هذا أنا وياه قصة عشق، والسليق، بس هذا الأكلتين صراحة اللي أعشقها عشق لا نهائي. إذا تتكلم أكلات أجنبية، أكلات أجنبية يمكن أحب البرجر أكثر شيء، يعني برجر لحم بصفة عامة. فخلصنا أسئلة المنتدى، فالحين نروح أسئلة الإنستغرام. فعندنا سؤال من إنستغرام من وايتي ماتريكس، ليش زلفك مخفي؟ أقسم بالله لو تعيدها برثة والله يشوف ورا اخوك. انت شايف دقنك اللي تقول انها لا ما نسلم بريد. القوا يا سامة، القوا، خلا مخفي، ما انا مستانس عليه، مش دخلك. سؤال من يوفرت يقول ليش ما في تفاح لونه ازرق؟ انه يشجع الوحدة، تفاح يشجع الوحدة، ما عشان كذا ما في الا والسعودية، عشان كذا في تفاح اخضر تفاح احمر. هذا سؤال من كيو فايف، انا يعال عند قناة جيمينج، فهذا سؤال سألني سؤال في الجيمينج، هل دوم هو الجوت؟ اكيد يعني دوم فيست يعني هذا بيطلع لكم صورته هنا، فشخصية من اوفر واتش اكيد هو الجوت، يعني افضل شخصية في الالعاب كاملة اكيد هو الجوت وعم الجميع. سؤال من جي 3 ام 0، وش البرامج اللي تصمم فيها وكيف تعلمت عليها؟ البرامج اللي اصمم فيها الحين اللي هي ادوبي بريمير وفوتوشوب، هذا البرنامجين اللي اصمم فيها ثمنيلات واسوي المونتاج فيه. كيف تعلمتها؟ والله اقول لك يمكن لي كنت استخدم بريمير من 4 سنوات وانا منتج على بريمير، وقبلها كنت منتج على برامج كامتازيا سوني فيجس وهذه الاشياء، بس سوني فيجس ما يعني ما تعمقت فيه، يعني ابو شهر شهرين وسحبت عليه ورجعت الكامتازيا، كامتازيا احسن. طيب يا جماعه الخير كذا وصلنا لنهايه الاسئله، اتمنى انكم استمتعتوا معي وشكرا لكم على الدعم يا جماعه الخير، وباذن الله القادم اجمل واجمل واجمل. فاتمنى الفتره الجايه لاني بغير محتواي اتمنى منكم الدعم، فالله يوفقكم يا جماعه الخير، شكرا لكم على الدعم، الله يسعدكم مثل ما سعدتوني، والى هنا صارت المقطع، كان معكم مترو، فاتمنى منكم الدعم في الفتره القادمه لانها بتكون صعبه شوي علي، لان بغير محتوى وبعد تغيير محتوى لازم اغير مونتاج عشان تستمتعون، وباذن الله انكم تستمتعون في المحتوى القادم. السلام عليكم. ايوه يا جماعه الخير ايش رايكم في اللوجو والاشياء الجديده؟ حلو صح؟